انا السيد اللواء السيد جاد الحق مدير امن بورسعيد. كنا عايزين نسال حضرتك عن سبب زيارتك النهارده لطريق المجرى الملاحه وشارع التفريع. هو بصفه مستمره احنا بنمر وبنتابع خدماتنا، لكن الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي محتاجه ان احنا لازم يبقى في تواجد مكثف على المجرى الملاحي وتواجد مكثف على مداخل محافظه بورسعيد. وانتم شايفين في الجوله اللي احنا موجودين فيها ان خدماتنا موجوده على الطرق، موجوده على حدود مع شمال سيناء، على اساس اي سياره او اي شخص قادم الى محافظه بورسعيد لازم نتاكد منه من هويته ونفحص السيارات بصوره جديه ونفحص الاشخاص بصوره جديه. وهناك مجموعه عمل موجوده بالتنسيق مع الامن الوطني لفحص كل الاشخاص المترددين على محافظه بورسعيد. لتحقيق الامان الكافي وعدم ورود اي اشخاص مشتبه فيهم معاهم سلاح او معاهم مخدرات او معاهم اي شيء قد يضر بالمحافظه. سيد اللواء كنت عايز اسال حضرتك، هل وردت اليكم انباء مثلا بهنوك خطوره على المجرى الملاحي او تهديدات او شيء من هذا القبيل؟ الوضع الحالي اللي احنا موجودين والظروف اللي فيها البلد اهلا فيها اي شيء يمكن اهميه في البلد، الناس اللي بتفكر في البلد، الناس اللي عايزه تعمل بلبله، والناس اللي هدفها عدم الاستقرار وعدم العبور في مصرنا الحبيبه البر كمان ممكن يعملوا اي شيء. فاحنا دورنا الامني ان احنا نتوقع ونتحكم في اي شيء وناخد الاجراءات الكفيله بعدم وقوعه. طب اي انسان يفكر ان يرتكب اي فعل يضر مصالح مصر الاهليه وتعقيد المفاهيم الكبيره في مصر والشبيهات اساسي ومصدر اساسي بالنسبه لمصر وشعب مصر. كيف تعرف وانا بقى طب حضرتك انا اللي بقى انا طرحت الموضوع ده عشان نشوف اللي هناك.